طيب هروح مع حضرتك للعلاقات المصرية الأفريقية. معانا خبر خاص بمجلس الوزراء بعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان. أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك بمقر رئاسة الوزراء. وصرح سفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن نائب رئيس جنوب السودان قد وصل إلى مصر أمس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والثروة الحيوانية والسمكية والتجارة والصناعة والموارد المائية والري والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وعدد من المسؤولين في جنوب السودان. وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي الدورة الأولى للجنة بإلقاء كلمة نقل فيها ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوفد جنوب السودان وتحياته وتقديره لأخيه رئيس دولة جنوب السودان. وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية ببذل كل الجهود أو الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكافة الدول الأفريقية. نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي عن اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان، وطبعا نتكلم كمان عن العلاقات المصرية الأفريقية. العلاقات المصرية الأفريقية هي علاقات قديمة وتاريخية، لكن خلينا نشير إلى العلاقات ما بين مصر وجنوب السودان. يعني هي علاقة متينة وقوية، ومصر وقفت مع الأخوة في جنوب السودان حتى من قبل الإعلان عن تأسيس دولة جنوب السودان. نعم. كانت هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالأخوة السودانيين في الجنوب، وفي ظروف معينة كانت المشكلة تكبر وكان هناك عدم اهتمام دولي مطلوب، لهذا مصر وقفت مع الأخوة في جنوب السودان وحاولت بقدر الإمكان أن تحافظ على الأرواح وأن تحل المشاكل القبلية في الداخل في جنوب السودان، وأن تحل المشاكل ما بين الأخوة في جنوب السودان والأخوة في شمال السودان. نعم. يعني الإشارة هنا إلى أن العلاقة ما بين مصر وجنوب السودان هي علاقة قديمة منذ حتى قبل تأسيس دولة جنوب السودان، وتتعلق بكثير كثير من الملفات والقضايا. اليوم جنوب السودان أصبحت دولة وهي مهمة للغاية في أفريقيا لوقوعها في منطقة ذات بعد استراتيجي، فيها ثروة حيوانية، فيها بترول، فيها كثير من الفرص الاستثمارية والعمل. وكما قلت تقع في مكان مهم قريبة من منابع النيل، تمر بها المجاري المائية المهمة. يعني الحفاظ على علاقة متوازنة ما بين شمال السودان وجنوب السودان وفتح ملفات التنمية والتبادل التجاري والمساعدة خاصة في المجال الطبي، يعني كل هذا مهم للغاية. وتعلمين أن مصر أرسلت مساعدات طبية كبيرة للأخوة في جنوب السودان خلال الفترة القريبة الماضية.